27 أو قمة أفريقيا كما يدعوها البعض تقام في مدينة شرم الشيخ برئاسة مصر ورئيسها رئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا للقارة الأفريقية ومتحدثا بصوتهم في هذه القارة التي تعاني الأكثر من تداعيات التغيرات المناخية. القارة الأفريقية يعني مقسمة إلى عدة تكتلات، حين نتحدث عن أفريقيا الوسطى، عن غرب أفريقيا أو جنوب أفريقيا، كل منطقة لها مشاكلها الخاصة ولها طرقها الخاصة في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية. حين نتحدث اليوم عن مالي في غرب أفريقيا والمشاكل التي تواجهها والجهود التي تبذلها سواء الحكومة أو منظمات المجتمع المدني في مالي لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، ومعنا مسيو أحمد سوكو ديالو أحد الداعمين ومؤسسي جمعيات المجتمع المدني في دولة مالي. مسيو أحمد سوكو، السيد أحمد سوكو ديالو، أنتم رئيس منصة المناخ في مالي، مرحبا بكم في شرم الشيخ وبمؤتمر المناخ. أود أن أتوجه بشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري لحفاوة الاستقبال وللتنظيم الناجح لهذا المؤتمر، فنحن على ثقة أن هذا المؤتمر سينجح. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث باسم القارة الأفريقية، فنحن نتحدث بصوت واحد، فما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال الكوب 27؟ رسالتنا هي أن الموقف الأفريقي لابد من إسماعه في كل مكان، فالدول الملوثة والدول الصناعية عليها أن تتفهم أن أفريقيا تمثل القارة الأكثر تضرراً والأقل تلويثاً، فنحن نتسبب في أقل من 3% من الانبعاثات العالمية، ولكننا الأكثر ضرراً جراء الغازات الدفيئة. ما هي المخاطر التي تواجهنا في مالي؟ في مالي نحن نواجه موجات الجفاف والفيضانات، كما نعاني من التصحر، وهناك تحديات أخرى تتعلق بالتنمية، لأن النساء والشباب هم الشرائح الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، فالنداء الذي نوجهه هو ضرورة تدبير التمويلات اللازمة من أجل جهود التكيف لتلك الشرائح جراء الآثار المناخية، كما نطالب بالولوج إلى الطاقة المتجددة. لدينا طاقات غير مستغلة، لدينا الموارد نحتاج إلى استغلالها، فلماذا هي غير مستغلة؟ نظرا أن نقل التكنولوجيا لا يتم كما ينبغي، وكذلك التمويل، فأفريقيا ليس لديها الإمكانات للاستفادة من تلك الموارد، والدول التي من المفترض أن تساعدنا تستغلنا. عن من تتحدثون بالتحديد؟ فنحن نعلم أن فرنسا متواجدة بقوة في مالي. هل ترون أن فرنسا لا تفعل ما يجب لمساعدة مالي اقتصاديا؟ أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية من الدول الكبرى لكانت مالي خرجت من هذا الفقر الذي تعاني منه، ولكانت تسلك طريق التنمية، إلا أننا لم نلمس رغبة حقيقية في مساعدتنا، بل رأينا توجه لنهب مواردنا، وهذا يؤثر على تنميتنا. ماذا في رأيكم ينقص الأفارقة لإنقاذ القارة؟ اليوم السلطات الانتقالية قد استعادت زمام الأمور، ومستقبل ومصير مالي سيدير المليون أنفسهم، فنحن نحتاج إلى أدوات جديدة ونظم تنموية مختلفة ستحقق النتائج المرجوة في
نهاية المطاف. لابد أن نترك مالي تنفذ أجنداتها الخاصة بدل أن يفرض عليها أجندة دولية حتى نسلك الطريق السليم للتنمية. فلدينا الكثير، لدينا الذهب ولدينا الغاز ولدينا النفط كما لدينا الشمس. ماذا ينقصنا؟ ربما التكنولوجيا والتمويل حتى يمكن أن نحقق المردود الإيجابي من تلك الإمكانات، ولكن بكل أسف فنحن لم نتحرك في المسار السليم، ولكن نفعل ذلك اليوم ونطلب أن يتم احترام اتفاق باريس وأن تتمكن الشعوب الأفريقية من الوصول إلى التمويلات المرجوة، علما بأنه لم يتم جمع الأموال المقررة. لقد وعدنا بتمويل الشعوب، فمالي من أكثر الدول المتضررة جراء الفيضانات. هناك مسألة نقل التكنولوجيا، لم يتم تنفيذ أي خطوة فيها، فنحن نحتاج إلى إجراءات ملموسة وأن نتحول من الكلام إلى الأفعال حتى نقلل من معاناة الشعوب. شكراً السيد أحمد سكو ديالو رئيس منصة المناخ بمالي. شكراً لسيادتكم.